سعيد ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من 7 دي سبورت. النهارده معانا طبعا تغطيه خاصه لليله مباراه السوبر، ومعانا كمان لقاءات وانفرادات وحصريات كتير جدا هنتابعها مع بعض، لكن يلا كالعاده نبدا بالعناوين. الاهلي يختتم تدريباته لمواجهه اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي مساء اليوم. موريست رحله جديده مع النادي الاهلي. عمر عصر يقود منتخب مصر للتتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة. منتخب مصر للكرة الطائرة يتوج بطلا لأمم أفريقيا. وفيفا يعلن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل. يعني زي ما حضراتكم شفتوا المملكة العربية السعودية في طفرة في المنشآت الرياضية بشكل خاص، وعموما حتى كل الأمور الثقافية سواء الفن أو الرياضة أو أي شيء، المملكة العربية السعودية في حالة انتفاضة فعلا ثقافية كبيرة جدا جدا جدا. هنشوف مع بعض لقاء السوبر في مدينة الطائف اللي هيكون بطابع مميز جدا لأول مرة في المملكة العربية السعودية. النهارده كمان هيكون المران الختامي للنادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه لمواجهه اتحاد العاصمه الجزائري غدا الجمعه على لقب السوبر الافريقي اللي هيكون لاول مره على الاراضي السعوديه وفقا لاتفاقيه التعاون بين الكاف والاتحاد السعودي لكره القدم. المران هيبدا الساعه 9:15 تقريبا على ملعب مدينه الملك فهد الرياضيه اللي لسه شايفينه في التقرير في الطائف، وهو ده الملعب اللي هيستضيف المباراه بكره ان شاء الله. النهارده كمان كان في مؤتمر صحفي حضر مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي وكمان كابتن محمد الشناوي كابتن الفريق. اكيد مباراه كبيره وصعبه، واتحاد العاصمه الجزائري مش منافس سهل، بالعكس مباراه هتكون كبيره جدا وبطبع حماسي جدا ومن بدايتها. وبالمناسبه الماتشات اللي من النوع ده بتبقى ليها شكل خاص جدا، خصوصا لما تكون اول لقاء في الموسم. طبعا كل الدنيا كلها بدات الموسم بتاعها باستثناء مصر، يعني اللي احنا لسه هنبدا، الاهلي هيبدا الموسم بتاعه بقى بالسوبر الافريقي. حاجه مش سهله، حاجه كبيره وحاجه تقيله، لكن الاهلي دايما قد المواقف دي وقد الحاجات دي كلها. يعني بالمناسبه الكاف من شويه اعلن بشكل رسمي وقوف دقيقه احداد قبل المباراه على ضحايا زلزال المغرب واعصار ليبيا، ولبنى معاهم طبعا بكل تاكيد. الاهلي البطل التاريخي للسوبر الافريقي، ونرجع على طول زي ما حضراتكم عارفين لمزيد من التفاصيل هيبقى معانا زميلنا محمد توفيق من المملكه العربيه السعوديه تحديدا من مدينه الطائف. محمد توفيق اهلا بيك على 7 دي سبورت في شاشه قناه النادي الاهلي. محمد مساء الخير زميل عزيز عبد الرحمن، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا دلوقتي على البعثه واليوم ماشي ازاي النهارده، ويمكن المران الاخير كمان بعد ساعات بيرستا وصل ولا لا، يعني اديني كده كل تفاصيل البعثه النهارده. في البدايه عبد الرحمن بطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي، اجواء اكثر من رائعه هنا في مدينه الطائف سواء من ناحيه المناخ او كمان استقبال الاخوه هنا والاشقاء السعوديين، يمكن دوت المعروف عنهم دايما وده اللي اكدوه كلهم، وكمان من الجانب المصري بناكده على روح دايما الاخاء والاشقاء ما بين مصر والسعوديه، يمكن ده كمان اللي كابتن محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي اتكلم عليه النهارده في المؤتمر الصحفي، وكمان مستر مارسيل كولر اتكلم عليه وقال ان احنا سعيدين جدا بوجود المباراه في السعوديه، خاصه هنا ظهير جماهيري كبير جدا هنا عبد الرحمن في السعوديه، يمكن جمهور النادي الاهلي بيقابلك في كل حته، شعبيه طاغيه خاصه ان الجاليه المصريه هنا كبيره جدا في نادي الطائف، وكمان بعض المدن القريبه يمكن جده ومكه على طول كل جماهير النادي الاهلي متواجده هنا معانا في كل يوم امام الفندق ل يعني تحيه اللاعبين سواء اثناء ركوبهم او نزولهم من الحافله وتوجههم للتدريب. يمكن طبعا تدريب الامس كان تدريب قوي جدا، بعدها على طول فريق خالد لراح عبد الرحمن، النهارده بدانا يومنا برده بشكل طبيعي جدا، 11 الصبح كان الفطار وكان بعد كده الاجتماع التنسيق للمباراه والاجتماع الفني، واللي تقرر فيه ان شاء الله ان الاهلي بكره هيلبس زيه التقليدي، التيشيرت الاحمر، الشورت الابيض، الشراب الاحمر، وعلى الجانب الاخر فريق اتحاد العاصمه يرتدي التيشيرت الابيض والشورت الاسود والشراب الابيض. وطبعا بعض الامور كلها التنظيميه، وصول الفريقين لملعب المباراه الساعه كام، كل الامور التنظيميه الخاصه باعداء يعني كمان باعداد اعضاء مجلس الاداره سواء من النادي هنا او هنا، او حتى كمان الدخول الجماهيري، ان بعثه النادي الاهلي هنا برئاسه الوزير العام فاروق كان حريص جدا على توفير كل سبل الراحه لجماهير النادي الاهلي مش بس اللاعبين والبعثه بالكامل، جمهور النادي الاهلي طبعا على راسنا، هو الداعم وهو اللاعب رقم واحد في الفريق، فاكيد هو نصب عين مجلس الاداره كله
برئاسه كابتن محمود الخطيب. يمكن كمان كان في محاضره فنيه مهمه جدا النهارده عبد الرحمن في تمام الرابعه عصرا، فورا انتهى المحاضره على طول يمكن اللاعبين بقى اجتمعوا لوحدهم مع بعض، اتكلموا طبعا بقياده كابتن محمد الشناوي واللاعبين الكبار امثال علي معلول، اتكلموا عن اهميه هذه المباراه. والكلام انت كنت لسه بتقوله في البدايه عبد الرحمن ان المباراه مهمه جدا، انها مباراه واحده ببطوله، ولكن صعوبتها انها بتاتي في بدايه الموسم، ده اول مباراه رسميه للنادي الاهلي وكمان يعني ببطوله من مباراه واحده، وبطوله قاريه مهمه جدا عندك في رصيدك 8 بطولات بتسعى لتحقيق البطوله التاسعه. الحمد لله الموسم اللي فات انهيناه بالفوز بخمس بطولات، السنه دي عاوز تبدا بضاقه قويه جدا وتحافظ على سجل بطولاتك وتبداه ببطوله قاريه مهمه للغايه. طبعا ده كان محور كلام اللاعبين. كمان في المؤتمر الصحفي كان كلام اكثر من رائع زي ما قلت لك من كابتن محمد الشناوي ومستر مارسيل كولر على احتضان المملكه العربيه السعوديه لهذه المباراه، وطبعا كلهم سعيدين وفخورين بوجود النادي الاهلي وان له ظهير جماهيري في كل مكان بتوصله بعثات النادي الاهلي. الساعه 4:30 يمكن اللاعبين تناولوا وجبه الغداء ومن بعدها على طول الجميع خلد للراحه استعدادا ان شاء الله للتحرك في تمام الساعه 8:30 لملعب التدريب اللي هيقام عليه اخر تدريب النهارده عبد الرحمن، وهو نفس ملعب المباراه الملعب الرئيسي بمدينه الملك فهد الرياضيه هنا بمدينه الطائف. ان شاء الله التدريب هيبدا 9:15، من بعد التدريب على طول هنتوجه مره اخرى لفندق الاقامه، اللاعبين هيتناولوا وجبه العشاء والجميع هيخلد الراحه ليه بقى خلاص الاستعداد ليوم المباراه واليوم الاخير في الاستعدادات، واللي ان شاء الله يكون يوم موفق جدا وان شاء الله يكلل بالنجاح في تحقيق اول بطوله في الموسم ونسال جماهير النادي الاهلي مش بس في السعوديه ولكن في جميع انحاء العالم باذن الله رب العالمين. غير طبعا علي معلول بطمنك على كل اللاعبين، علي معلول وصل يعني صباح امس وموجود مع الفريق وشارك في تدريب الامس، بيرسي تياو يمكن كمان وصل امبارح بالليل وموجود مع الفريق بشكل طبيعي وان شاء الله يكون مشارك في تدريب النهارده باذن الله رب العالمين. كل اجواء رائعه، كل اللاعبين الحمد لله في حاله فنيه وبدنيه اكثر من رائعه، تبقى فقط بس توفيق ربنا وان شاء الله تكون اول بطوله هذا الموسم من نصيب النادي الاهلي وباذن الله نوصل لرصيد 9 في بطوله السوبر. عبد الرحمن توفيق، كلمني عن الاستقبال الجماهيري والقاعده الجماهيريه الكبيره جدا للنادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه وفي كل مكان الحقيقه بيروحوا، لكن احنا شفنا حد استقبال بشكل خاص جدا، شفنا احتفالات من رابطه النادي الاهلي في السعوديه، كلمني عن الاجواء الجماهيريه للمباراه. يمكن حاله من الفرح هنا في مدينه الطائف كلها عبد الرحمن، يمكن النادي الاهلي بقى له فتره كبيره ما جاش السعوديه وكمان مدينه الطائف خاصه اللي طبعا يعني الجانب السعودي والاتحاد السعودي لكره القدم كان حريص على ان المباراه تكون في مدينه الطائف. يمكن طبعا من ايام قليله كانت مدينه الطائف يعني بتحتضن البطوله العربيه، ولكن الناس هنا متفاجئه من ردود الافعال. النادي الاهلي طبعا هم عارفين قيمته وان النادي الاهلي اكيد وجوده في مدينه الطائف هيعمل ترويج كبير جدا للمدينه خاصه في ظل يعني الخطط المستقبليه للمملكه العربيه السعوديه هنا. ان شاء الله ندعي لهم بالتوفيق في كل حاجه بيخططوا لها في المستقبل. طبعا شعبيه النادي الاهلي حدث ولا حرج، انت النادي الاكبر في منطقه الشرق الاوسط كلها عربيا وكمان افريقيا، ده واصل للناس هنا. يمكن كمان لما اتكلمنا مع الناس هنا حتى في فندق الاقامه قالوا لا طبعا وجود النادي الاهلي في الطائف في المدينه نفسها مش بس في فندق الاقامه عامل رواج كبير جدا. معظم الجاليه هنا الاجنبيه في مدينه الطائف كلها مصريين، يمكن عايز اقول لك تقريبا 70-80% من الناس اللي شغاله في فندق الاقامه اللي احنا موجودين فيه الحمد لله كلهم مصريين، وده عامل تعاون كبير جدا والناس كلها حاسه بقيمه ومكانه النادي الاهلي على الصعيد الجماهيري. بقى زي ما انت قلت رابطه جمهور النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه مش بس الطائف عامله سيارات اكثر من رائعه، يمكن كمان الاستقبال كان المفروض يبقى اكبر من كده ولكن الجانب السعودي يمكن فضل امنيا ان ما يكونش فيه تجمعات وكمان علشان يوفر الراحه لبعثه فريق النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي هيكون موجود في الملعب كعادته دايما بيساند الفريق في اي مكان. لكن من ناحيه الاستقبال عبد الرحمن فهو استقبال تاريخي لبطل تاريخي حل هنا ضيف عزيز جدا في المملكه العربيه السعوديه. يمكن بالامس كمان وزير عمرو فاروق استضاف او استقبل الامين العام المساعد للاتحاد السعودي لكره القدم الاستاذ ابراهيم القباع، يمكن الراجل طبعا يعني اعرب عن امتنانه ووجود النادي الاهلي وسعادتهم بوجود النادي الاهلي هنا في المملكه العربيه السعوديه وبالتحديد الطائف. وطبعا الوزير عمرو فاروق من جانبه شكره جدا على حسن الاستقبال والضيافه، ويعني زي ما قال مستر كولر النهارده في المؤتمر واكد تاني عليه عبد الرحمن، قال انا فخور جدا بوجود ظهير جماهيري لفرقتي هنا، وكابتن محمد الشناوي يمكن قالها صريحه احنا هنا في بلدنا الثاني السعوديه وسعيدين جدا ان احنا نكون هنا موجودين في بلدنا، مش حاسين بغربه او حاسين ان احنا بنلعب مباراه بره ارضنا. ويمكن كمان كان في لقاءات مع اكثر من لاعب امبارح سواء محمد هاني او طاهر محمد طاهر او محمود عبد المنعم كهربا، اعربوا ايضا عن سعادتهم بوجودهم في السعوديه واعربوا عن سعادتهم اكثر بجمهور النادي الاهلي اللي الحمد لله في ظهر فرقته فيما يروح باذن الله رب العالمين. طيب عايز اسالك برضو عن التذاكر، تذاكر الماتش، احنا سمعنا ان هم طرحوا التذاكر بالتدريج وخلص الجزء بتاع النادي الاهلي معظمه خلص تقريبا، وكان في جزء هيطرح النهارده وامبارح اللي هو الجزء الاخير يعني من التذاكر، خلص ولا لسه توفيق؟ يعني عاوز اقول لك عبد الرحمن التذاكر بفور يعني نزولها على المنصه الخاصه
ببيع التذاكر هنا في المملكه العربيه السعوديه ما كملتش 7 دقائق. يمكن ده عمل ابهار للناس هنا في الجانب السعودي، ان مش متخيلين ان اي مباراه في العالم ينزل التيكت بتاعها يخلص في خلال 7 دقائق. يمكن طبعا كامل ساعه الاستاد خلصت تماما. اعتقد ان باذن الله 100% ده طبعا الناس وصل لها القيمه، لكن الناس كانت متفاجئه من كمان سرعه الجمهور. وانت في الاف تاني عبد الرحمن مش لاقي تذاكر، يعني انت كل يوم بقول لك بيجي لنا ناس مش بس من الطائف، انت بيجي لك جمهور من الاهلي من جده ومن مكه كلهم عاوزين تذاكر المباراه، ويعني عاوزين اي وسيله يخشوا بها المباراه. يمكن بنحاول جاهدا البعثه هنا برئاسه الوزير عامر فاروق لو في اي تذاكر ممكن يوفرها يتم توفيرها لجمهور النادي الاهلي، خاصه زي ما انت عارف كل الساعه الكامله لجمهور النادي الاهلي بالفعل خلاص اتباعت. وكمان اعتقد ان جمهور النادي الاهلي ان شاء الله هيحصل على حصه اضافيه، خاصه يمكن الجمهور الجزائري هنا قليل شويه، يعني ما فيش مقارنه خالص بالاقبال المصري على شراء التذاكر وجمهور النادي الاهلي العظيم اللي موجود في كل حته. اعتقد بكره ان شاء الله هتبقى احتفاليه كبيره جدا، وهيبقى بيزينها جمهور النادي الاهلي في الاستاد، ويا رب ان شاء الله تكلل بالفوز ببطوله غاليه جدا في بدايه المشوار، وبدايه صعبه جدا خاصه انها اول مباراه رسميه في الموسم زي ما اتكلمنا عبد الرحمن. لكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي في ظهر فرقته، وان شاء الله يسهل كتير الامور على الفريق باذن الله رب العالمين. ان شاء الله توفيق. طيب خليني اسالك عن الحاله المعنويه بعد اكتمال الفريق، يعني احنا كان في كذا لعيب متاخر، علي معلول وبرستاو والكلام ده كله. هل المجموعه انت بتقول لي كان في اجتماع بين كابتن محمد الشناوي واللعيبه على انفراد بدون الجهاز الفني، يعني هل المجموعه كملت بشكل كامل معنويا اللعيبه اللي جايه من المنتخبات، معنويا كمان تاثير كابتن الفريق على اللعيبه الجداد اللي موجودين في الفرقه؟ يعني في ناس اول مباراه هتشاركها هي مباراه بطوله، فبالتالي اكيد تاثير اللعيبه القدام هيبقى عليهم بشكل مباشر في الفتره دي. كلمني كده عن الموقف بتاع اللعيبه كلهم وحالتهم المعنويه بشكل خاص. الحمد لله بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحاله المعنويه في افضل درجاتها. يمكن كل الفريق متاهب طبعا، زي ما انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات، وبالتالي كمان لعيبته ما بتشبعش من البطولات. زي ما قلت لك احنا ناهيين الموسم اللي فات ب5 بطولات، بتبدا الموسم الجديد بتنافس على بطوله مهمه جدا. اعتقد ان الكل مركز جدا، الكل مصمم، يمكن كل طول الوقت مستر مارسيل كولر بيذاكر فرقه اتحاد العاصمه، وبالتالي كمان اللاعبين كل واحد اتفرج على الجزء اللي يخصه وعلى فرقه اتحاد العاصمه بشكل كبير جدا. الجميع مصمم مركز ليه هدف واحد وهو حصد بطوله في بدايه موسم، اعتقد هتبقى بطوله مهمه جدا. كعاده بقى لعيب النادي الاهلي دايما اللعيبه نفسها يا عبد الرحمن بدون تحفيز خارجي هم اللي بيشدوا من ازر بعد. يمكن النهارده على طول دعاله فريق النادي الاهلي دائما قبل المباريات المهمه والبطولات الكبيره، اللاعبين بيقعدوا مع بعض بيبقى في كلام بينهم وبين بعض، بيحفزوا بعض، بيتكلموا ان يعني اكتر حاجه لعيبه النادي الاهلي بيتكلموا فيها عبد الرحمن هنا هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. اللي عارفين ان الجمهور بقاله تقريبا شهرين ما اخدش بطوله، وده حاجه صعبه جدا على جمهور النادي الاهلي بصراحه. الجمهور عاوز كل يوم بطوله، عايزين يسعدوا خاصه الجمهور اللي موجود هنا في مدينه الطائف والمملكه العربيه السعوديه. فده هدف اللاعبين، احراز البطوله بدايه قويه للموسم، وكمان يكون اسعاد لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. نقطه بقى اللعيبه الجديده عبد الرحمن، عاوز اقول لك بامانه وبمنتهى الصراحه لو موجود هنا في المعسكر مش هتقدر تفرق مين اللعيب القديم في الفريق ومين اللعيب لسه منضم للفريق. الفريق كله كتله واحده، مفيش فرق بين قديم وجديد. كعاده النادي الاهلي على طول اي عنصر جديد بيخش بيتم احتضانه بشكل كامل جدا، وعلى طول بينصهر في الكيان الكبير كيان النادي الاهلي. واعتقد بجد لو موجود في المعسكر مش هتقدر تفرق ما بين لعيب لسه منضم حديثا ولعيب موجود بقاله سنين مع الفريق. طبعا دور اللاعبين الكبار كابتن محمد الشناوي، كابتن علي معلول، كابتن رامي ربيعه، محمد هاني، كلهم بيقوموا بدورهم على اقوى الوجه، وكل اللاعبين حاسين بالمسؤوليه، وكل اللاعبين مركزين في هدف واحد بس وهو اسعاد جمهور النادي الاهلي باذن الله رب العالمين. شكرا زميلنا محمد توفيق، تغطيه اكتر من رائعه الحقيقه يعني، وكل فريق عمل قناه النادي الاهلي في السعوديه الحقيقه بحييكم على التغطيه على مدار الايام اللي فاتت كمان والنهارده ولسه كمان مباراه بكره ان شاء الله. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. يعني توفيق قال احنا بقالنا شهرين ما خدناش بطوله، واحنا الموسم اللي فات واخدين كل البطولات، فبالتالي يعني بعد عوده جعانين بعد شهرين ان احنا نكسب البطوله الاولى في الموسم الجديد. جمهور الاهلي مش يعني ما بيستحملش ان احنا نضيع مننا اي بطوله، وده بيشكل ضغط كبير على فريق النادي الاهلي. فالحقيقه احنا يعني انا مشفق على لاعبي النادي الاهلي اللي هم قدها طبعا ومتعودين على ده، ودايما متعودين ان احنا حتى لو هنبدا الموسم بمباراه البطوله بنبقى قدها، وان شاء الله كل التوفيق حلفنا بكره ان شاء الله. كعاده النادي الاهلي يعني هو دايما رقم واحد في تصنيف اي بطوله، وهو دايما المرشح الاول للفوز باي بطوله. كعاده النادي الاهلي جمهوره ما بيشبعش من البطولات، ما بيشبعش من ان هو يبقى رقم واحد، ده عاده النادي الاهلي وده قدرنا يعني، وده قدر اللي يلعب في النادي الاهلي. اي لاعب في النادي الاهلي هو محظوظ باللي هو فيه، ولكن ده مش سهل ابدا، مش سهل ان انت تتحمل ضغط الجمهور وضغط ان انت يبقى مطالب بالمكسب بس والبطولات بس، دي حاجه مش سهله ابدا يعني. هنروح بقى لصفقه انضمام الفرنسي انتوني موديست للنادي الاهلي اللي اخذت اهتمام اعلامي كبير جدا، ولكن بسهوله ممكن تلاحظ الفرق بين التناول الاعلامي في الصحافه العالميه وبين بعض وسائل الاعلام هنا عندنا. يعني مثلا
الصحافه العالميه بتتكلم عن موريستو انه هداف من طراز رفيع جدا، وان هو ارقام مميزه في الدوري الالماني، وكمان بيقول لك انه رايح مصر للتجربه مع بطل افريقيا، وهيكون عنده فرصه للفوز بالبطولات. ده كلام ايه الناس الثقيله اللي فاهمه يعني. تلاقي بقى هنا للاسف برنامج المفروض انه محايد، تقعد تقول اصله سنه كبير، اصله جاي يبطل كوره، وده كلام طبعا غير موضوعي بالمره. يعني باختصار شديد كده، تقييم اي لاعب بيكون على اساس ارقامه وحالته ومدى استفاده النادي منه واهداف النادي من الصفقه دي ايه. وبخلاف ده كله انت بتتكلم عن لاعب من موسمين كان بينافس هالاند وليفاندوسكي في لقب في هداف الدوري الالماني، واخد المركز الثالث بيهم برصيد 20 نقطه، رصيد 20 هدف اسف. الموسم اللي فات كان بيلعب في دورتموند اللي بينافس على الدوري الالماني، وكمان عنده عروض من الدوري الالماني السنه دي، لكن فضل عرض النادي الاهلي. الراجل هو اللي فضل عرض النادي الاهلي، ولذلك مونست جاي من الدوري الالماني علشان يقود هجوم النادي الاهلي، وهو جاهز بدنيا وفنيا، وبالتاكيد هيصنع الفارق، وهو ده هدف النادي الاهلي من الصفقه. واللي يهمنا هو الموسم اللي جاي ان احنا نشوف الراجل ده هداف الدوري وهداف دوري ابطال افريقيا، واللي بيشارك فيه النادي اي بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي عايزينه يكون هدافها. لكن كمان مورست مش جاي يلعب لوحده، نقطه مهمه جدا. مورست جاي وعارف هو هيكون في منافسه مع لعيب الاهلي الكبيره جدا زي محمد، زي محمود كهربا، زي اي مهاجم في النادي الاهلي مميز بالمناسبه. وهو جاي وهو عارف هو داخل على منافسه قويه، ومش مورست بس ومش الهجوم بس، اي لاعب في النادي الاهلي هو مميز. لو رجعنا بالذاكره شويه لورا كده هنلاقي في صفقات جت النادي الاهلي فوق ال 30 وكانت مؤثره وبتصنع الفارق. افتكروا كابتن مجدي طلبه في التسعينات مثلا، كابتن مجدي طلبه كان جاي بعد رحله طبعا احترافيه كبيره جدا في اوروبا وسنه 30 سنه، لكن كان من ابرز نجوم فوق ال 30 كمان، مش 30، لكن كان من ابرز نجوم جيل التسعينات في النادي الاهلي. شوف الكابتن احمد حسن الصقر اللي انضم للنادي الاهلي وهو 32 سنه، وشوفوا عمل ايه وتاريخ عامل ازاي. شوفوا الكابتن عبد الحميد حسن اللي استعان بيه جوزيه وسنه 36 سنه عشان يؤدي دور معين في موسم مع النادي الاهلي، وده مش مقارنه على فكره دي ما تقارنش مونست بكل ده بقى. مونست جاي من اعلى مستوى كره قدم في العالم من الدوري الالماني، ولذلك هو صفقه مهمه جدا للموسم الجديد، واتوقع نجاحه بشكل مبهر جدا مع النادي الاهلي. كولر النهارده في المؤتمر الصحفي لو حضراتكم يعني ركزتوا في كلامه قال كلمه مهمه جدا، لا اهتم بالسن، الاهتمام بالاداء، وانا سعيد بوجوده معانا. الدوري السعودي ضم لاعبين كبار في السن اصحاب خبرات وجوده عاليه جدا، وفي نهايه الموسم هنحدد هل نجح معانا ام لا. يعني الراجل بيفكر بشكل عملي، التفكير العملي كده، انت بتفكر بمعطياتك، الراجل ده مطلوب منه ايه والتارجت اللي انت هتطوله ايه. ده الناس العاقله، الصحافه بره بتفكر كده، الراجل ده عمل ايه في المانيا ولحد اخر سيزون ليه في المانيا، والعروض اللي جايه له ايه وهو اختار ايه. كل واحد بيفكر بشكل موضوعي. ايه اللي عندنا هنا؟ وخلي بالك لون التيشيرت بيفرق، وخلي بالك التفصيله المهمه ان هو اتعاقدت معاه امتى او جاي في انهي وقت، الكلام ده كله بيفرق برضه. يعني الحاجات دي اتمنى ان الناس تحطها على جنب طالما انت في شكل محايد. يعني انا هنا قناه فئويه، انا قناه النادي الاهلي، من حق ان ادافع عن النادي الاهلي، ما بعملش كده. يعني بتكلم عن النادي الاهلي، بتكلم عن الصفقات النادي الاهلي بيعملها، لكن انت بقى في قناه محايده المفروض تتكلم عن مميزات اللاعب اللي النادي الاهلي جايبه. اللاعب ده هيضيف ايه للنادي الاهلي؟ تاريخ اللاعب ده ايه؟ نسب تهديفه كانت ايه في الحته اللي لعب فيها؟ ده اللي تتكلم عنه. انما تقول 35 سنه و36 سنه يعني ده شيء مش منطقي بالنسبه لي. تعالوا نروح نشوف جزء من المؤتمر الصحفي، وطبعا مستر كولر والشناوي مؤتمر الماتش، ونرجع نكمل كلامنا مره اخرى. Wir freuen uns, dass wir sehr viele Fans von uns, die hier in Saudi-Arabien arbeiten, hoffentlich eine Freude machen können mit einem guten Spiel. Wir wissen, dass unser Gegner natürlich auch sehr stark ist. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und es wird auch unser erstes richtiges Kampfspiel sein. Und Captain hat es auch schon gesagt, dass das ein Spiel ist, dass man direkt einen Pokal holen kann. Und ja, wie Sie alle wissen, bei Al Ahly zählen nur Pokale und wir wollen alles geben, um diesen Titel zu holen. كل بداية زي ما كابتن الفريق كابتن الشناوي قال ان احنا سعداء جدا بالتواجد في المملكه، وان احنا جات لنا الفرصه ان احنا نلعب ماتش السوبر في المملكه العربيه السعوديه. بالتاكيد احنا سعداء كمان ان احنا عارفين ان احنا لينا جمهور عريض جدا في السعوديه، عندنا جمهور كبير جدا المصريين اللي بيشتغلوا وبيعملوا في السعوديه وفي بلدهم الثاني. فاحنا سعداء جدا ان احنا لينا ظهر قوي جدا في السعوديه، جمهور كبير في السعوديه.
زي ما الكابتن قال، احنا كمان مهتمين جدا ان احنا نساعدهم وان هم يروحوا بكره فرحانين ان شاء الله. لكن احنا عارفين برضو المباراه صعبه وان احنا قدامنا فريق قوي. احنا بدايه موسم، عملنا فتره اعداد كويسه، لكن يبقى انها مباراه زي ما الكابتن الشناوي قال، ماتش واحد بطوله على طول. وفي النادي الاهلي ما فيش غير حاجه واحده بس اللي بنبص عليها، هي البطولات وان احنا نحصد البطولات. فدايما النادي الاهلي ما بيفكرش غير ان هو يحصد البطوله. رغم كده احنا عارفين فريق اتحاد العاصمه فريق قوي، وان الماتش مش هيبقى سهل، لكن احنا بنحاول نبذل اقصى ما عندنا ان احنا نكسب البطوله بكره ان شاء الله. Ja, ich bin natürlich zufrieden, dass wir diese Spiele, die wir geholt haben, holen konnten. Und ja, wir wissen, dass wir viele Spiele bestreiten werden. Und dementsprechend ist unser Kader ist auch noch genügend groß. Also es sind vielleicht, glaube ich, zwei oder drei Spieler weniger als im letzten Jahr. Und ja, und von daher gilt es natürlich, die Neuen so schnell wie möglich zu integrieren, dass sie einen guten Rhythmus haben, dass sie unsere Spielweise kennenlernen und dementsprechend werden wir sie da unterstützen. أنا سعيد جدا بكل الإضافات اللي إحنا عملناها في الفريق. الحمد لله إحنا عملنا صفقات كويسة مناسبة لينا. القائمة تبقى قائمة كبيرة، عندنا لعيبة كبيرة ولعيبة على مستوى عالي. كل القائمة موجودة دلوقتي، عندنا قائمة كويسة. فبالتالي أنا سعيد بفريقي جدا. عارف ان احنا عندنا ماتشات صعبه الفتره الجايه، لكن احنا عندنا قائمه قادره ان شاء الله انها تأدي الفتره الجايه. المهم بالنسبه لي ان اللعيبه الجديده تخش في الفريق بسرعه، تندمج بسرعه، تدخل تاخد افكاري بسرعه وتبدا انها تخش في ريتم الفرقه. لكن ان شاء الله احنا متفائلين جدا بالقائمه اللي معانا وان شاء الله هنحققها كل عارف. طبعا الاول اكيد طبعا احنا بقالنا لسه بدايه الموسم، احنا الفتره اللي كلها مستعد عشان الماتش ده. بالنسبه لنا بطوله ماتش سوبر افريقي، طبعا احنا الفترة اللي فاتت بنساعد بشكل كويس، بقالنا فترة كبيرة عملنا معسكر عشان خاطر الماتش، واللعيبة كلها جاهزة. بالنسبة لنا هو ماتش كبير طبعا من فرقة اتحاد العاصمة، طبعا لها كل الاحترام. النهارده الماتش بكرة طبعا أكيد ماتش صعب جدا، ماتش واحد ماتش بطولة، أكيد هما مستعدين بشكل كويس. وطبعا احنا اللعيبه كلها مستعده بشكل كويس جدا، والفتره اللي فاتت دي كلها كانت مركزه بشكل كويس جدا. واحنا سعداء ان احنا طبعا في بلدنا الثانيه السعوديه، طبعا احنا موجودين هنا اول مره نلعب في السعوديه سوبر الافريقي، عشان كده اللعيبه كلها مستعده وان شاء الله نرفع الكاس بكره، ولنا التوفيق بكره ان شاء الله. اكيد طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا الحمد لله، يعني بجمهوره وجمهوره في كل مكان في كل البلاد العربيه. طبعا في المملكه السعوديه طبعا الجمهور المصري موجود بشكل كبير، ان شاء الله يكون موجود بكره. واحنا ان شاء الله اللعيبه تقدر تسعد الجمهور وترجع فرحان، وان شاء الله نرجع البطوله. بس اهم حاجه يكون اللعيبه كلها مستعده، الماتش بكره ماتش صعب مش ماتش سهل. واحنا نحترم فرقه الاتحاد العاصمه، فرقه كويسه وفرقه محترمه، وان شاء الله يبقى معانا توفيق بكره ان شاء الله، ونفرح الجمهور ان شاء الله. أنا قلت في الأول طبعا يعني إحنا سعداء إن إحنا موجودين هنا في بلدنا الثانية السعودية، طبعا المملكة السعودية. وزي ما قلت إحنا يعني عندنا جمهور كبير في السعودية، وإحنا أهم حاجة بكرة إحنا مستعدين بشكل كويس. الفترة اللي فاتت فترة الإعداد يعني عملنا فترة بشكل كويس، ناقصنا بس المباراة اللي جاية. إحنا أهم حاجة عندنا بنقولها على طول جملة واحدة، بنقولها أهم مباراة المباراة الجاية. ومباراة بالبطولة مش مباراة في الدوري ولا مباراة في أي حاجة، مباراة بالبطولة. عشان كده اللعيبة كلها مركزة وعارفة قيمة البطولة. النادي الأهلي على طول يعني متعود على طول إن إحنا ناخد البطولة، يعني أي بطولة نخشها لازم نكون رقم واحد، وده ماتش واحد بس. واللعيبة مستعدة وعارفة الكلام ده كويس وحطها في الحسبان يعني. وإن شاء الله أهم حاجة نرجع الجمهور اللي جاي بكرة فرحان ورافعين الكاس إن شاء الله. يعني فكرة احترام المنافس وفكرة انك تتكلم على المنافس بكل احترام وان انت تقدر الماتش تقديره المظبوط، ده شيء مهم جدا متعودين عليه في النادي الاهلي طبعا، سواء من كابتن الفريق او من المدير الفني. مهم جدا جدا ان انت تدي الخصم حقه وان انت تحترم خصمك، ده شيء مهم جدا. قبل ما انتقل لانتوني مورست واتكلم عليه بشكل بقى الصحافة اتكلمت عليه ازاي وهو اتقدر ازاي، انا عايز اقول نقطة مهمة جدا. امام عاشور وارد يكون اساسي بكره، وارد ما يلعبش، وارد يشارك، كل شيء وارد. امام عاشور لعيب كبير واحنا عارفين انه لعيب كبير ومجربينه في الدوري المصري ولعيب دولي وكل حاجه، ما نحطش عليه ضغط يبقى ضغطه اكتر ما هو مضغوط.
ومش امام عاشور بس بالمناسبه، كل اللعيبه يا جماعه، كل اللعيبه الجديده والقديمه. احنا بنبدا موسم واي شيء وارد. الراجل راجع من اصابه بقاله فتره ما بيلعبش وما بيشاركش بسبب الاصابه، جاي من الدنمارك من اجواء مختلفه، فطبيعي ان هو ممكن ما يدكش 100%. لو مستر كولر اداله وهو شايف انه مناسب للمباراه وما كانش موفق، فده ممكن ما يكونش اداء امام عاشور اللي احنا متعودين عليه، فبالتالي نسانده. جمهور النادي الاهلي متعود يحمي لعيبته، متعود يبقى في ظهر لعيبته باي شكل من الاشكال، وبيرفع عنهم الضغوط ويدعمهم في الملعب. ده دور جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي احنا متعودين عليه، يعني لان الطبيعي لعيب جاي بعد فتره توقف كبيره بالنسبه له، هو شارك عدد ماتشات قليله في الدنمارك يعني. فده بالنسبه لي احنا لازم نبقى كجمهور النادي الاهلي عندنا الوعي الكافي ان احنا ندعم كل اللاعبين، جميع لاعبينا هنحميهم كويس قوي. احنا بنبتدي موسم يا جماعه، خارجين من موسم محققين فيه اعجاز بكل المقاييس، فان شاء الله نكمل بنفس الطريقه اللي نهينا بيها الموسم اللي فات. نروح لانتونيو مودست اللي في حوار للموقع الرسمي للنادي الاهلي اكد انه اختار الانضمام للنادي الاهلي رغم ان كانت عنده فرص كتير جدا، منهم في تركيا مثلا فرصه، وانه كان يتمنى البقاء في المانيا لان عائلته كانت مرتاحه هناك وحاسه بالراحه في المكان ده، ولكن لما جات له الفرصه للنادي الاهلي بقى كطفل، طفل صغير، وفضل الانضمام للنادي الاهلي. واضاف ان اصدقائه اخبروه ان مصر بلد جميل للغايه، خاصه انه ما جاش قبل كده ولا زار مصر من قبل، لكن هناك هنا الان يستمتع في هذه البلد الرائع بجانب اصدقائه. طبعا اصدقائه حدثوه ايضا عن الاهلي وقالوا له ان ده شيء وهم بيتكلموا عليه عينهم كانت فرحانه جدا يعني. وتطرق مودست للحديث عن مارسيل كولر المدير الفني للاهلي، قال لما سالني هو كلمني اتواصل معايا يعني وساله ان كانت مهتم بالمجيء الى النادي الاهلي، مؤكدا اننا سنشعر بفخر وفرحه كبيره وساحرز العديد من الاهداف لانه فريق هجومي ومن ثم سيكون لديه الفرصه للتسجيل واحراز الاهداف. وعن اهدافه مع النادي الاهلي في الموسم الجديد قال بشكل عام اتمنى ان يكون الموسم المقبل افضل من الموسم الماضي، ولانهم فازوا بكل البطولات في العام الماضي فبكل تاكيد سنحاول ان نفعل الشيء ذاته للمساهمه في كتابه التاريخ. واشار مودست الى ان المشاركه في النادي الاهلي في المونديال الانديه اللي جاي للمره التاسعه في ديسمبر المقبل لم تكن السبب الوحيد لارتداء الفانيله الحمراء، حيث انه رغب في المجيء الى الاهلي لانه نادي له تاريخ كبير، حيث يقولون دائما في اوروبا انه النادي الذي يلي ريال مدريد وانه ريال مدريد افريقيا، وهو شيء رائع بالنسبه له. وان ينضم للنادي الاهلي بجانب انه شاهد عده مباريات للفريق كان بها حماس كبير للجماهير، وهو ما ذكره بمشواره مع كولن والنجاح الذي حققه معهم. تخيلوا يا جماعه لما يبقى عندك فرص في اوروبا وفرص كتير جدا وتختار النادي الاهلي، النادي الاعظم في تاريخ افريقيا، النادي اللي هو مصنف عالميا من اكثر الانديه اللي عندها بطولات في العالم، رقم 2 يعني، قريب ان هو يبقى رقم 1 عادي. فبالتالي هو اختيار ذكي جدا، وراجل عنده مسيره كبيره جدا هو كمان هيزودها بوجوده للنادي الاهلي. يعني مبدئيا بس عايز احيي المركز الاعلامي في النادي الاهلي على الطرق اللي بيقدم بيها اللعيبه بقاله فتره، الحقيقه شيء ممتاز جدا. وعايزكم تشوفوا الصحف العالمية بتتكلم عن صفقة النادي الأهلي ازاي، ده شيء مهم جدا لجمهور النادي الأهلي والإعلاميين اللي في مصر، ده شيء مهم جدا. قبل ما نسيب النادي الأهلي بقى، تعالوا نشوف نتائج الفرق اللي بدأت دورياتها الأسبوع اللي فات وهيلعبوا مين الأسبوع الجاي زي ما اتعودنا على الشاشة معانا هنا، ونكمل حلقتنا. هنبدأ من عند كرة اليد رجال، الأهلي كسب العبور 30-20 وكسب سموحة 28-21. وكرة اليد سيدات، الأهلي ومركز شباب الجزيرة، فاز الأهلي 47-11 وفاز أيضا على الزهور 41-19 وفاز على هليوبلس 48-14. تعالوا نشوف اللي جاي بقى، الماتشات اللي جاية عندنا. عندنا بطولة دوري كرة اليد رجال الأهلي والشمس يوم 15، وعندنا بطولة منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات الأهلي والجزيرة يوم 15 أيضا، وبطولة منطقة القاهرة لكرة اليد سيدات الأهلي والبنك الأهلي 16، والاهلي واصحاب الجد في بطوله الدوري لكره اليد رجال 19/9 ان شاء الله. كل التوفيق لكل فرق النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتلعب الاسبوع الجاي، ومبروك لكل الفرق اللي فازت. هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى، انتظرونا. رجعنا لحضراتكم بقى عشان نكمل باقي محتوى برنامج 7 دي سبورت. الحقيقه ان احنا هنروح لحبايبنا اللي هم معودين على المفاجات دايما، يعني اتحاد الكوره طبعا. خبر مسرب من اتحاد الكره بان البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بيطلب من اتحاد الكره بقى بالتحديد مباراه الاجنده الدوليه في شهر اكتوبر وشهر نوفمبر. الحقيقه ان تصريحات فيتوريا وتصريحات كابتن حازم امام بعد مباراه تونس تحديدا يعني فيها تناقض، يعني بتاكد ان في مشكله اداريه داخل اتحاد الكره ومنتخب مصر بشكل كبير جدا. التسريبات بقى دلوقتي
في المفروض يعني بتنفي مواجهه الجزائر، كان في الاجنده الدهليه الاجنده الدوليه مواجهه مع الجزائر اللي في شهر اكتوبر بينفوها دلوقتي، ومن دلوقتي بنتكلم اهو بنقول ان ما ينفعش تلعب الجزائر يوم 17 اكتوبر وانت عارف ان الاهلي هيلعب مع سيمبا التنزاني يوم 20 اكتوبر عشان ما تتكررش المشكله. لازم يكون في تنسيق، بنقول نفس الكلام اللي بنقوله كل مره. وكمان ما ينفعش روي فيكتوريا يتهرب من مسؤوليته، وكابتن حازم امام كمشرف على منتخب مصر لازم يراجع المواقف الاداريه ويرجع للمواقف الاداريه لمنتخب مصر ويخاطب الكاف عشان مواعيد المباريات ويعمل تنسيق بشكل اكبر عشان ما يتحطش المنتخب في موقف صعب الفتره اللي جايه. الاهلي ثابت على مبدأه بالمناسبه ان منتخب مصر له الاولويه، لكن كمان منتخب مصر واتحاد الكوره لازم يقوموا بدورهم لانهم الجهه المنوطه بمخاطبه الاتحاد الافريقي. يا ريت اتحاد الكوره يفتح حوار مع الاتحاد الافريقي بخصوص تعارض مواعيد المباريات عشان ما يتكررش تاني نفس المشكله. انا نفسي نشوف يا جماعه شيء مهم جدا في الفتره اللي جايه، نشوف في تعاون بين الانديه المصريه اللي بتمثل مصر وبين اتحاد الكوره المسؤول عن منتخب مصر، لان اتحاد الكوره هو المسؤول عن مخاطبه الكاف، لا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي ولا بيراميدز ولا كل دول مسؤولين عن مخاطبه الكاف. اللي مسؤول عن مخاطبه الكاف الاتحاد المصري، الاتحاد المصري هو اللي بيخاطب الاتحاد الافريقي، دي المعروف العرف اللي لازم نمشي عليه. ما ينفعش انا اتفاجئ ان في ماتش ودي قبل ماتش للاهلي بثلاث اربع ايام وتقول لي انا عايز اللعيبه. الاجنده الدوليه موجوده يا جماعه، ده شغل الجهاز الاداري لمنتخب مصر وشغل اتحاد الكوره ان انت ترجع للاجنده الدوليه وتخطر الانديه قبلها بشكل كافي وتبقى عامل حسابك الماتشات الرسميه بتاعت الانديه دي خصوصا الماتشات الخاصه بالبطولات الافريقيه. ما هو يا جماعه ما هو ده بيمثل مصر برضو وفي بطوله رسميه، ما ينفعش تيجي على نادي بيمثل مصر في بطوله رسميه. لما اتحطينا في الموقف ده احنا كل الاهلي لما بيتحط في الموقف ده بيقول مصر اولا. لما اتحطينا في الموقف ده ايام كاس العالم للانديه وكان في بطوله افريقيا شغاله، الاهلي ساب لعيبته لمنتخب مصر عشان نهائي بطوله افريقيا، وموسيماني ما طلعش اتقال ان احنا ناقصين وان احنا بنلعب بالناشئين والكلام ده، ده لعب بالناشئين وكسب وبقى ثالث عالم بالناشئين ساعتها. ما طلعش اتحجج وما طلعش قال ان منتخب مصر خد مني لعيبته والكلام ده، لان الاولويه في النادي الاهلي لمنتخب مصر. لو في ماتش مصر رسمي النادي الاهلي بيسيب لعيبه منتخب مصر، ده الاصول عندنا في النادي الاهلي ودي الاولويه. النادي الاهلي نادي الوطنيه، عمره ما هيأثر في حق منتخب مصر او في حق حاجه تخص مصر. نرجع بقى لمنتخب مصر، نرجع لمعسكر النادي الاهلي في السعوديه ولقاء مع رائد الوزناني مدير العلاقات العامه والاعلام بمقر اقامه النادي الاهلي، ونرجع نكمل كلامنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المملكة العربية السعودية وطن الجميع ومحضن الأخوة والأشقاء ودار العروبة والعطاء، وفي فندق لوريف نرحب ببعثة النادي الأهلي المصري الفريق الكبير والاسم العربي صاحب الإنجازات العظيمة. نشكر بعثة النادي الأهلي ونشكر الاتحاد السعودي بأن أعطونا هذه الثقة نستضيف هذا الفريق الكبير ويكون مقر إقامتهم في الطائف. في الحقيقة مدينة الطائف تحظى باستضافة عدد من البطولات، سواء البطولة العربية والسوبر الأفريقي. النادي الأهلي نادي كبير وعظيم صاحب جماهيرية عريضة في جميع أنحاء العالم، ونتمنى أن يكون البطولة من نصيب النادي الأهلي ونفرح فيها مستقبلا. الجماهير المصرية في جميع أنحاء العالم زي ما ذكرت، بالطائف عدد كبير من الأخوة المصريين المقيمين في هذه المدينة وفي المملكة بصفة عامة، عدد كبير إن شاء الله بيكون الحضور في الملعب التي يتسع لعشرين ألف متفرج. أتوقع أن العشرين ألف حيكونون مصريين ويساندون النادي الأهلي، النادي العظيم، النادي الكبير، صاحب الإنجاز العظيم. هذا دليل واضح أنه صاحب جماهيرية عريضة، إذا نزلت التذاكر في خلال أقل من سبع دقائق ونفذت فهذا دل أنه الأهلي فريق حيثما حل يكون له الأسبقية وله الحظوة الأكبر في التذاكر وفي الحضور. كل الاحترام، والاحترام متبادل دايما بيننا وبين اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، يعني اخواتنا في العروبه والمملكه العربيه السعوديه الجاره الجميله يعني اللي كل المواطنين المصريين اللي عايشين فيها حاسين بكل شيء. نروح بقى لاخبار الرياضه المصريه ونبدا مع انجاز جديد لعمر عصر ابن النادي الاهلي، قاد منتخب الرجال للتتويج بلقب بطوله افريقيا المقامه بتونس والتاهل لاولمبياد باريس 2024. وفاز منتخب مصر الرجال في تنس الطاوله المباراه النهائيه على منتخب نيجيريا، وده النهائي المعتاد يعني، بنتيجه 3-1 ليحقق لقب البطوله وتاهل لاولمبياد باريس في الفرق، وحجز مقعدين لمصر في منافسات الفردي في اولمبياد باريس 2024.
وده بعد فوز منتخب السيدات ايضا في بطوله افريقيا والتاهل لاولمبياد باريس. اللجنه الاولمبيه بصراحه وجهت التهنئه للاعبين محمد البيلي وعمر عصر ويوسف عبد العزيز وخالد عصر واحمد صالح والجهاز الفني ماجد عاشور المدير الفني وعماد مصلحي المدرب العام، مع خالص التهنئه باستمرار الاداء المتميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفعت رايه مصر عاليه في جميع المحافل الدوليه. الحقيقه عمر عصر يا جماعه راجل عنده فرصه كمان ياخد ميداليتين كمان، لسه بيلعب الزوجي هو ودينا مشرف ولسه بيلعب الفردي، ما شاء الله يعني المفروض ان الراجل ده احتمال كبير جدا شبه انا متاكد ان هو هيرجع بالثلاث ميداليات ذهب ان شاء الله يعني. فما شاء الله عليه الراجل محافظ على الاولمبيات، بيروح اولمبيات كل سنه دلوقتي، البطوله العشرة الافريقيه لعمر عصر. يعني بياخد على مدار 10 سنين بياخد بطوله افريقيا ما شاء الله يعني. نروح بعد كده لمنتخب الفولي. توج منتخب مصر ببطوله افريقيا للكره الطائره للمره التاسعه في تاريخه متفوقا على الجزائر، وفاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجه 3-1 في نهائي البطوله التي اقيمت في مصر، واستعاد منتخب مصر لقب كاس امم افريقيا الغاليه اللي غايب منذ عام 2015. الحقيقه يعني كانت مسافه طويله بالنسبه لنا. بطاقه التاهل الى اولمبياد باريس 2024 بقى هتحسم ببطوله افريقيا، ولكن ستهام في استمرار صعود الفراعنه بالتصنيف العالمي، يعني هي لسه ما اتحسمتش طبعا. ورفعت انتصار منتخب مصر في امم افريقيا مركزه ال 19 وبفارق مركز وحيد عن تونس صاحب المركز ال 18. وطبعا الخروج تونس كان مفاجئ، الخروج المبكر في ربع نهائي امم افريقيا. المنافسه على بطاقه اولمبياد قاريه لسه هيتم حسمها في ست مقاعد بعد اقامه التصفيات خلال الفتره اللي جايه من 30 سبتمبر الجاري ل 8 اكتوبر، وتم تقسيم 24 منتخب بينهم مصر وتونس من افريقيا الى ثلاث مجموعات يتاهل اول وثاني كل مجموعه طبعا مباشره الى طوكيو، بينما في يونيو 2024 سيتم حسم المقاعد الخمسه المتبقيه بناء على تصنيف كوته كل قاره في التواجد، وبذلك يمتلك منتخب مصر فرصتين للتاهل الى اولمبياد باريس. طبعا مصر هتقع في مجموعه، المجموعه الثانيه اللي بتضم منتخب فنلندا وتونس واليابان وصربيا وسلوفينيا وتركيا وامريكا، وهيتاهل اول منتخبين فقط، وهو ما يصعب من حظوظ الفراعنه. وطبعا مصر وتونس يعني الاثنين هيبقى عندهم حاله من الصعوبه طبعا، وحاله فشل منتخبنا المصري وتونس في التاهل اولمبياد باريس في التصفيات المقرره اقامتها في طوكيو طبعا سيتم التنافس عن طريق التصنيف وتقدم منتخب مصر في التصنيف العالمي من المركز 23 لل 19 ده قبل نهائي امم افريقيا ليقترب اكثر من ان يكون الاول في افريقيا، وسيشارك احد المنتخبات افريقيا في باريس 2024 عن طريق القوطه القاريه، وسيتم اختيار افضل منتخب افريقي صاحب اعلى تصنيف في يونيو 2024. الحقيقه يعني البطوله كانت غايبه، وكمان الخبر اللي جاي معايا مهم جدا، واحد من ابناء النادي الاهلي اللي ليهم فضل على البطوله دي الحقيقه، فضل كبير، لان اكتر من 90% من عدد بطولات افريقيا هو ليه فضل فيها. عن احمد صلاح اتكلم، قائد المنتخب الوطني الاول للكره الطائره اللي اعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب تتويج الفراعنه ببطوله امم افريقيا، ده بعد فوزه طبعا على الجزائر بنتيجه 3-1 في مباراة النهائي، وبعد انتهاء المباراة وقبل التتويج الرسمي للمنتخب أعلن نجم النادي الأهلي صلاح اعتزاله اللعب الدولي لينهي مسيرته الدولية بطلا لبطولة أفريقيا. أحمد صلاح صاحب مسيرة عظيمة جدا في تاريخ كرة الطائرة المصرية، وأكيد اعتزاله دوليا هيأثر على المنتخب، ولكنه خرج من الباب الكبير وهو بطل أفريقيا، قرار موفق جدا. وحقق صلاح مع الفراعنة 15 بطولة بواقع 7 بطولات أفريقيا، 3 بطولة عربية، دورتين ألعاب الأفريقية، دورتين للألعاب العربية، دورة ألعاب البحر المتوسط مرة واحدة، وكانت مصر تمتلك قبل مشاركة أحمد صلاح حسني لقبين فقط أفريقيين حققتهم مصر عام 76 و83. ومع تواجد أحمد صلاح بقائمة الفراعنة استطاعت تاريخيا أنها تحقق 7 ألقاب منهم 6 على التوالي 2005 و2007 و2009 و2011 و2013 و2015 واللقب الأخير 2023. وكان لصلاح دور كبير في فوز طائرة مصر بالذهبية الوحيدة في تاريخ دورة الألعاب البحر المتوسط، وقاد بلاده للفوز على منتخب أسبانيا بنتيجة 3-2 طبعا ده كان على أرضهم وسط جمهورهم في البطولة اللي حققها منتخب مصر في مدينة الميرا عام 2005. وعلى المستوى الأندية بقى يمتلك أحمد صلاح 45 لقب مع الأندية، وهو ما يجعله الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ اللعبة داخل مصر برصيد 60 لقب في مسيرة احترافية قوية جدا جدا جدا. أسطورة بكل المقاييس، أحمد صلاح أسطورة للكرة الطائرة في مصر، مش واحد من الأساطير، ده هو الأسطورة الأولى للكرة الطائرة في مصر. يعني ما شاء الله عليه، مؤثر مع المنتخب، هو الجزء الأكبر في تاريخ منتخب مصر، مؤثر مع ناديه النادي الأهلي، مؤثر في كل شيء الحقيقة، وراجل صاحب بصمة الحقيقة كبيرة يعني.
واحترف في اوروبا، عمل مواسم رائعه. احمد صلاح بالمناسبه كان واخد احسن ضرب في العالم في كاس العالم قبل كده، احترف في تركيا، احترف في اماكن صعب اللي احترف فيها، والحقيقه كان مؤثر في كل الاماكن اللي لعب فيها، وساب بصمه في كل حته، وساب بصمه مع جمهور النادي الاهلي ومع جمهور مصر ومع المصريين عموما، لانه هو البطل الشعبي للعبة الطايره في مصر الحقيقه. نروح بقى لاخبار الكوره ونبدا من المحترفين. ورقم مميز لتريزيجيه اللي هو يعني مميز جدا ليه، وهو رقم مفاجئ بالنسبه لي، النجم المصري محمود تريزيجيه المحترف بنادي طرابزون سبور التركي في المرتبه الثالثه كاسرع لاعب في العالم بسرعه 37.5 كيلومتر في الساعه، وراء كايل ووكر مدافع مانشستر سيتي صاحب الوصافه، وكيلين مبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب المركز الاول بسرعه 38 كيلومتر في الساعه. القائمه كمان ضمت العديد من اللاعبين، من بينهم المصري محمد صلاح اللي جه في المركز ال12، وده شيء غريب بالنسبه لي جدا، بسرعه 36.6 كيلومتر في الساعه، بينما جاء في المركز ال20 الفرنسي ديفيز الفونسو ديفيز لاعب بايرن، ثم هالاند لاعب مانشستر سيتي في المركز ال19، وجت سرعه اشرف حكيمي 63.4 وجارت بيل في المركز الخامس بنفس السرعه ب 36.9 كيلومتر في الساعه. هو التقرير غريب طبعا، لكن طبعا نجمنا المصري تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه يستاهل، لان هو من اللعيبه المحترفين المجتهده جدا، ويستاهل اكتر من كده بكتير والله. بس انا متفاجئ من وضع محمد صلاح في الطريقه دي والله، وناس كتير يعني، في اكتر من لاعب مفاجاه انه مش موجودين يعني، فاهم؟ بس وفي اكتر من لاعب مفاجاه ان هم موجودين برضو في التصنيف ده، يعني هي مفاجاه غريبه، لكن تريزيجيه يستاهل، ويستاهل اكتر من كده كمان الحقيقه. نروح لكره القدم العالميه. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس فتح باب التصويت للجماهير على جائزة الأفضل في العالم ذا بيست، بعد الإعلان عن أسماء المرشحين للجوائز المختلفة. تشمل جائزة الفيفا للأفضل في العالم 9 جوائز، هم أفضل لاعبة وأفضل لاعب، أفضل مدرب للسيدات وأفضل مدرب للرجال، أفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى للرجال والسيدات يعني، جائزة اللعب النظيف، جائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام، وجائزة فيفا للجماهير. وللأسف غياب النجم المصري محمد صلاح عن الترشيح للمنافسة على جائزة الأفضل في العالم. يعني هي برضو مش غريبة قوي، لأن موقف ليفربول أثر أكيد على محمد صلاح، لكنه مرشح للبالندور من الكرة الذهبية طبعا، اترشح لها من مجلة فرانس فوتبول خلال الأيام الماضية. أبرز المرشحين ميسي وإمبابي ودي بروين وماكلان رايس ديكلان رايس. خليني اقول لكم ان الجائزه دي تحديدا بيتدخل فيها الرعاه بشكل كبير جدا، يعني انا ممكن اتوقع من دلوقتي ان ميسي هيكسبها. بيتدخل فيها الشركات الراعيه بشكل كبير جدا، وبيتدخل فيها حاجات كتير قوي. الثلاث اسماء مش منطقيين قوي بالنسبه لي بالمناسبه يعني. هو هياخدها ميسي بان هو خد كاس عالم. ولكن هو ما كانش مؤثر قوي مع برشلونه. في نفس الوقت في ناس تاثيرها كان كبير جدا مع انديتها مش مرشحه. فهي فيها لعبه سبونسر ولعبه دعايه ولعبه حاجات كده بعيده عن الكوره، فميسي بنسبه كبيره جدا هو اللي هياخدها. وهم حاطين اسمين ما يحصلش معاهم جدل، يعني ده ما يحصلش جدل في الجائزه دي. امبابي خسران كاس العالم، فطبيعي ان ميسي هياخدها. يعني هو المنافس ليه هنا امبابي. امبابي خسر كاس عالم وميسي خد كاس عالم، فخلاص ميسي خد الجائزه بتاعت ذا بيست يعني، من غير ما تبدا اصلا ومن غير ما يبقى في حاجه. مفيش عربي بقى غير ياسين بونو افضل حارس مرمى، هو الوحيد المرشح لافضل حارس مرمى يعني، ده العربي الوحيد الموجود في ذا بيست. نتمنى له كل التوفيق. يمكن في السيدات منتخب المغرب مش موجود في اي حاجه رغم الانجاز الكبير اللي هو عمله، ولا لعيبه مغربيه حتى، معرفش برضو ازاي منتخب المغرب للرجال اللي هو وصل للمربع الذهبي لكاس العالم، برضو مفيش لعيبه منه في ذا بيست خالص غير ياسين بونو فقط لا غير، المرشح لافضل حارس. نتمنى التوفيق لياسين بونو. دي كانت النهارده حلقتنا من 7 داي سبورت، نتمنى ان احنا نكون غطينا تغطيه شامله كده للمباراه بكره، ونتمنى ان احنا نكون ضفنا لكم ولو اخبار يعني بسيطه، لكن ان شاء الله هنكون معاكم الخميس الجاي زي النهارده قبل دلوقتي بساعه. وفي الختام خير وسلامه.